اهلا بكم متابعينا متابعي اليوم السابع من هنا من محافظة سوهاج، ويبدأ الآن بثنا المباشر من داخل معبد تريبس بقرية الشيخ حمد بدائرة مركز سوهاج في حضور وزير الآثار وعدد من مرافقيه من المسؤولين بالوزارة لتفقد وافتتاح المعبد بعد تطويره. يعني ده نظام البركود اللي هو اي ممكن اي مواطن يا فندم اي مواطن ممكن يجي يزور المنطقة هنا، اي مواطن اي سائح، بدل ما نقعد نوزع مطويات ويرجع خلصت ومش لاقيين ودي للاستمرارية، فعملنا لوحات تعالج الشمس والحرارة العالية اللي هنا، فيها لوحات إرشادية، فيها الباركود، مجرد الضيف بيحط الكاميرا بتاعته قدام العلامة دي يا بالإنجليزي يا بالعربي، بيفتح له على الصفحة اللي فيها معلومات عن الموقع. احنا هنا في موقع الشيخ حمد اللي هو معروف باسم منطقة تريبس، احنا موجودين على البر الغربي لمحافظة سوهاج العريقة، محافظة غنية جدا جدا أثريا، الوزارة بتعطيها اهتمام كبير يليق بعظمة هذه المحافظة العريقة. يمكن أنا شرفت هنا بحضور افتتاح متحف سوهاج القومي، الحلم الكبير بتاع أهلي سوهاج. وهفتكر حضرتك حوار بيننا في نهايه 2016، انا قلت لسعادتك ان قلت لي مش هيتفتح، حصل كل المسؤولين قالوا لنا هيتفتح ومش هيتفتح، قلت لسيادتك نهايه 16 ان شاء الله هنفتتحه، وفخامه رئيس الجمهوريه جه مخصوص تقديرا لاهل سوهاج بالطياره، افتتح متحف سوهاج في اغسطس 2018، والمتحف ده بدا من 29 سنه ولم يكن يفتتح، وكانت تكلفته فوق 70 مليون جنيه. بعديها بأشهر قليلة في أبريل 2019 افتتحنا حلم أثري، وهو مشروع تطوير معبد سيتي الأول في أبيدوس، مركز الزوار، باركنج الأوتوبيسات، الكافيتيريا اللي هناك، الخدمات، التأمين، كاميرات المراقبة، والأهم هو مشروع خفض المياه الجوفية في الأوزيريون. ده مشروع اتكلف فوق 40 مليون جنيه. تم ترميم تمثال رمسيس الضخم في منطقة أخميم، والنهاردة جايين نفتتح للزيارة موقعين أثريين مهمين جدا، موقع الشيخ حمد أو أتريبس. تم عمل سور بيحيط بالمنطقة الأثرية لتأمينها، تم وضع كاميرات مراقبة، تم عمل نقاط تفتيش لائقة، لوحات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية، تعريفية بالمنطقة، بالباركود تحط تليفونك تاخد معلومات عن المنطقة، مبنى لاستقبال الزائرين بكاميرات وسائل تأمين وتفتيش، مبنى لشرطة السياحة والآثار، مبنى سوهاج لازالت تحتاج الكثير من بنية تحتية عشان تستقبل السائحين، لأن هي عندها آثار عريقة جدا متنوعة من مختلف العصور. صندوق البنك الدولي على تطوير سوهاج كنموذج لمحافظة ممكن ننهض بيها سياحيا إن شاء الله.